مرحبا، معكم شيف ليلى فتح الله. اليوم حنحضر الدجاج بالترياكي من منتجات الإسلامي. رح نستعمل صدور الدجاج المخلية، وصفة كتير طيبة ورح تطلع أطيب لأني عم بستعمل صدور الدجاج من الإسلامي. منتجات الإسلامي كلها مدبوحة على الطريقة الشرعية الإسلامية، وأحلى شي فيها إنها خالية من الهرمون وما فيها ولا أي مواد كيميائية. اللي عندي إياه هلأ، قطعنا صدورة الدجاج. هون عندي خليط الطحين، حاطة 10 ملاعق طحين، حاطين معهم ملعقة صغيرة من بودرة الثوم، فلفل أسود وملح، وملعقتين صغار من البابريكا المطحونة. حأخلطهم مع بعضهم. عندي هون بهيدا الطبق الكبير رح حط قطع الدجاج، حنزل عليهم نشا الذرة تقريبا 5-6 ملاعق، ورح غلفهم بنشا الذرة مظبوط. مثل ما شايفين تطلع كل قطعة لحالها مغلفة بالنشا، وما يكون شيء ملزق على بعضه أبدا. بالوعاء هون عندي 2 بيض مخفوقين رح حطهم. باخد قطع الدجاج بنزلهم بالبيض، بعدين بخليط الطحين لحتى يصيروا كوتد مغلفين مظبوط بخليط الطحين. هلأ من بعد ما تغلفوا بالطحين مظبوط، رح اخد زيت زيتون حطهم بمقلاية حامية، ورح شيل قطع الدجاج وقليهم على نار عالية، بشيلهم من الطحين وبحطهم يتقلوا. لازم تضل النار عالية عليهم لحتى ما يطلعوا عليهم رطوبة، يطلعوا مقرمشين. من بعد ما تقلوا شوفوا كيف طلعوا، رح حطهم على محارم المطبخ. وهلأ أحلى شيء، بدنا نحضر الصوص. هحط هون بنفس المقلية لناخد طعمة الدجاج، رح حط شوية زيت السمسم، ثوم مقطع، سكر أسمر، هنحط عسل، رح حط الهوت تشيلي صوص، هنحط كاتشب. بلشت تطلع الروايح عندي، شي بجنن. صوي صوص ومعلقة خل الرز. هلأ بعد ما تكثفت معي رح ارجع ضيف الدجاج اللي انا قليتهم. من بعد ما نشفوا هلأ رح انقلهم على طبق التقديم. هي وسخنة رح رش عليها سمسم محمص. يعني قديش بدها تكون طيبة. ونسيت خبركم شغلة، الإسلامي عمرها 50 سنة، شركة إماراتية. كل شيء منتوجات هي بتحضرها بتتحضر بإشرافها وبإشراف أخصائيين بالغذاء، فتاكلوا بيتكم مرتاح. يلا نحضر الرز. وهيك منكون قدمناها مع الرز الأبيض، وصفة ولا أشهى. حضرنا التشيكن ترياكي بصدور الدجاج المخلية من الإسلامي. بتمنى لكم صيام مقبول وأفطار شهي. خبر صار لكل المقيمين بالإمارات، عيدوا تطبيق هيدي الوصفة وعملوا فولو لأكاونت الإسلامي، وتاج 5 من أصحابكم ليرجعوا يطبقوا الوصفة كمان لفرصة ربح أبل واتش 5. بتمنى لكم الحظ الوفير.